عبد الفتاح من القاهرة. أستاذ عبد الفتاح أهلا بيك، اتفضل. مساء الخير أستاذة إنجي، مساء النور، أهلا بحضرتك. الكريم ودكتور سعيد خليل، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وكل الشعب المصري بخير. كل عام وحضرتك بخير، اتفضل. الله يخليك. أنا محرر صحفي في إحدى الصحف المستقلة الأسبوعية المعروفة، وكنت ماسك زي ملف كده أو حملة على وزارة الزراعة منذ شهرين أو منذ أيام قليلة، وكان طبعا الدكتور سعيد خليل انا كنت من اشد المتابعين ليه في الفتره الاخيره منذ 18 شهر، من 18 شهر بالظبط، منذ ظهور الدكتور سعيد خليل على الساحه الاعلاميه، وتطرق لملفات فساد عديده جدا. ولكن يستوقفني يعني سؤال انا عايز اساله الدكتور سعيد خليل مباشره، هو انا اعلم جيدا ان هو يعرفني معرفه شخصيه. دكتور سعيد خليل، مساء الخير يا فندم. عبد الفتاح، اتفضل يا استاذ عبد الفتاح. ازاي حضرتك يا دكتور؟ كلها حضرتك عارفه هو مين؟ اتفضل يا استاذ عبد الفتاح، اتفضل. هو يعرفني جيدا يعني. حضرتك مين يا استاذ عبد الفتاح؟ بس انا كمان لازم ابقى اعرفها جيدا. انا محرر صحفي، بس انا للاسف انا اعرف الجريده اللي انت بتكتب فيها. انا دخلت كمشاهد عادي، فمش عارف ما ينفع تحط لا جريده ايه. عاوزين نعرف مين حضرتك، ما دام يعني بتقول استاذ سعيد، دكتور سعيد عارفك لازم اعرفك انا كمان. من جريده الاسبوع. جريده الاسبوع، اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك. حضرتك بتتكلم عن جريده يعني كبيره يعني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. الاستاذ الدكتور سعيد خليل طبعا يعني دلوقتي انا سامع صراحه، مش عارف اجيب القناه للاسف، مش عارف اتابع، بس انا سامع طبعا من خلال التليفون حديث مع حضرتك. انا بحييكي السؤال المهني اللي حضرتك اخذتيه من حوالي دقيقتين بالظبط، وسالت الدكتور خليل، هو كان على خلاف مع الدكتور عصام سيد، مش هنقول خلاف شخصي، كان خلاف بخصوص قضايا فساد هو كان بيثيرها من جانبه، فكيف يكون الان هو كان من احد المهاجمين بشده جدا لقضايا الفساد مع سامي؟ بس انا معلش بعد اذن حضرتك يا استاذ عبد الفتاح، قبل ما حتى دكتور سعيد يتكلم، هو ممكن يكون حاجات كان فاهمها غلط ولما قرب وشاف مثلا المشهد. انا اللي هرد على السؤال. تمام، انا عايز بس اكمل سؤالي بس يا دكتور سعيد. اتفضل. انا عايز اعرف يوم 6/4 حصل ايه بالظبط، لان 6/4 ده كان يوم انا كنت منتظره بشده عن اعاده هيكله. زي حسب هو الدكتور سعيد خليل يعرف معنى التاريخ ده كويس جدا. تمام. ويمكنه يعني او لا يمكنه الرد على هذا الاستفسار، فهو يحتفظ بيه لنفسه، عايز يجاوب عليه زي ما يحب على الهواء. يوم 6/4 ايه اللي حصل يوم 6/4 يا فندم؟ خليك معايا استاذ عبد الفتاح، هو الدكتور سعيد بصراحه هو بيتكلم معانا بكل الشفافيه، فيعني انا عاوزه افهم هو ايه يوم 6/4؟ يوم 6/4 دكتور سعيد خليل عفوا، انا ما ينفعش طبعا يعني لو هو عايزنا اتكلم في التفاصيل اقولها على الهواء، اوكي اقولها على الهواء. ما هو دكتور سعيد قال ان عنده حاجه عليا يتكلم. حلو. انا عايز اعرف يوم 6/4 ده، بس انا قبل ما اعرف اجابه السؤال اللي انا عايزه، عايز اعرف دكتور سعيد خليل طالع على الهواء دلوقتي بتايتل انهي تايتل بالظبط؟ هل هو طالع بمساعد وزير مستشار وزير الزراعه، ولا طالع كخبير فني للامانه الفنيه في لجنه استرداد الدوله؟ الاثنين طالع، ولكنه ليس متحدثا باسم الامانه الفنيه، فهو معنا الان بصفته مستشار لوزير الزراعه. طب ده بقرار رسمي يا فندم وتم تداوله على وتم نشره في وسائل الاعلام؟ حضرتك يا استاذ عبد الفتاح ممكن تشرفني في مكتبي في اي وقت في الوزاره في الدور الثالث، او تروح لمدير. لا انا معلوماتي ان حضرتك انت في مكتبك في وزاره الزراعه، ولكن بتمارس عمل في اللجنه انا دلوقتي الدولة. سؤال حضرتك يا استاذ عبد الفتاح، دي حاجه دلوقتي المكتوب على البار تحت ان الدكتور سعيد خليل مستشار لوزير الزراعه، ممكن حضرتك تيجي الوزاره تسال رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير الدكتور خالد الحسني، ممكن تسال الدكتور عصام خالد نفسه. كيف انا سؤال حضرتك بالنسبه يا استاذ عبد الفتاح، كيف رضيت بهذا المنصب وانت تهاجم كل من في المنصب وكل من في الوزاره؟ انا حضرتك دلوقتي في ليك استفسار تاني؟ لا بس حضرتك خليه معانا، خليه معانا. طيب هنسمع رد الدكتور سعيد، خلي حضرتك معانا يا استاذ عبد الفتاح، اتفضل. طب الكل بيقول انا مفجر الفساد وما زلت مفجر الفساد وقضيت الفساد، انا بقولها على الهوا تاني وتالت ولاخر، قضيت الفساد، قضيت عمري خلاص نوشك. طب في فكره ايه 6/4 بقى؟ ده ما اعرفش 6/4. انت معايا الهوا؟ انا عايز اعرف ايه 6/4. انا بره الهوا ولا جوه الهوا دلوقتي؟ لا حضرتك على الهوا، اتفضل. طب جميل جدا. يوم 6/4 الدكتور سعيد خليل وعدني باعاده، او مش وعدني انا، وعد القارئ عموما، ولكن في
كانت زي كده مناقشات او كلام ما بيني وبينه. قال لي يوم 6/4 يحصل حاجات كتير في وزاره الزراعه وعارف هيكله، وسمالي اسامي واداني تفاصيل طبعا انا تحفظ عليها ان انا اقولها على الهواء. هو دلوقتي كان بيحكي لنا ان هو في اطار انه يعيد الهيكله في اكتر من قطاع داخل وزاره الزراعه. طيب هو من ضمن الحديث اللي جرى في هذا الشأن ما بيني وبين الدكتور سعيد خليل، قال لي يوم 6/4 تسمع اخبار عمرك ما سمعتها. عدى 6/4 وعدى 6/5 واحنا على اعتاب 6/6 ولم يحدث جديد. هل انت حضرتك وفي سؤال تاني عايز اقوله، حضرتك انت فين بقالك حوالي 3 شهور ما طلعتش على الهواء، يعني ليه طلعت اليومين دول بالتزامن مع اشاعات اطلقت من بعض المصادر بتقول ان حضرتك في زي مشادة او خناقه حصلت مع حضرتك مع احد الشخصيات المعروفه داخل وزاره الزراعه بمكتب الوزير، ووصلت لسب الدين ووصلت للتراشق بالالفاظ. فهل انت اخذت الاعلام لاهداف شخصيه تلمع وتنجم بها حضرتك؟ لا معلش يا استاذ عبد الفتاح، احنا اللي داعيينه، احنا اللي طلبنا انه يجي، هو اللي اتصل بينا وقال استضيفوني يعني. بعد اذن حضرتك يا استاذ عبد الفتاح نسمع رد الدكتور سعيد. ممكن اسمع رد الدكتور سعيد يا استاذ عبد الفتاح؟ مرت القناه منذ الشهور الماضيه وهو رفض هذه المقابله، لماذا قبلها من حضرتك وقبلها في ظهور دعي الى القنوات ورفض؟ هو من حقه يختار القناه اللي يطلع فيها ومن حقه يختار الوسيله اللي يطلع فيها. انا عارف بيتكلم على ايه والكلام ده. طيب بص حضرتك، سعيد خليل كان ممكن ينشر في 7 جرايد في اليوم الواحد، وكان طبعا مكسب لاي حد يتعامل معايا عشان كنت بنزل صفحات كامله. خلاص النقطة لازم نفصل بين حاجتين. أنا بالنسبة لي البوزيشن اللي أنا اخترته بالتعاون مع الدكتور عصام فايد، أولاً أنا ما كنتش أعرف الدكتور عصام فايد، وحضرتك بتقولي أنت كنت بتهمه بالفساد. أولاً لا يوجد تحت إيدي أنا كسعيد خليل أي مستند فساد على الدكتور عصام فايد. وأنا بقول هو أنت أعضاء من مكتبه، مش مكتبه، رئيس قطاعه الدكتور خالد الحسني، ومقدم 6 بلاغات والبلاغات شغاله اصلا وسط نيابه الاموال العامه العليا. هل هي وقفت؟ تمام. انا ما وافقتش دلوقتي. هل انا دلوقتي اشتغل مع الدكتور عصام علشان نبدا نحط حد لهذا الفساد؟ لان كل يوم في فساد، كل يوم في فساد، كل يوم في فساد. طب نشتغل علشان نحط الحد لهذا الفساد ونبدا نحط رؤيه واستراتيجيه للزراعه المصريه عشان نبدا نشتغل على ارض سليمه، ولا ابدا كل يوم بقى من الجريده دي للقناه دي والكلام ده؟ انا بقول لحضرتك من اخر مره كنت موجود في القناه انا جالي دعوه من 12 قناه، وطبعا الاستاذ بشير والاستاذ بلال الاعداد عندك بكن لهم كل احترام، صممت ما رضيتش اتصلوا بيا مره واثنين وثلاثه. انا ما كنتش فاضي، انا ما فيش عندي وقت، لازم ده كان يخلص، ده محتاج اصلا اكتر من اسبوع عشان اشرحه، ومحتاج لجان في كل قطاع الدواجن، في ناس وطنيين هيجي يقعدوا عشان ينعرض عليهم الكلام ده عشان يقروه عشان الوزير يوافق عليه ونبدا جهد. ده حاجه. الحاجه الثانيه، واحنا اللي فجرنا هذه القضيه مع حضرتك، وكان اتفقنا مع حضرتك ان احنا نستكمل هذا الموضوع معاك. انا منعت نفسي عن كل الصحفيين، فمش لاقيين اصلا سورس اصلا اصلي. كل الكلام اللي بياخدوه من كل اللي عاملين يتكلموا على الفضل والملان كلام لا ما يعرفوش ينشروه. طب ليه 6/4 او ايه 6/4؟ كان مطلوب ان انا ادي له ملف علشان ان هو ينشره صفحه كامله في الاسبوع زي ما كان كنت بديه جريده من ضمن الجرايد. انا كنت بنشر في 7 جرايد في اليوم ولا 6 جرايد في مواضيع مختلفه. وايه الخناقه اللي حصلت في مكتب الوزير؟ طبعا مش خناقه بنفس الصوره، يعني هي انا نازل رايح مكتب الوزير السكرتيره بتقول لي لا استنى لما نتكلم، انا شديت، انا المستشار في المفروض ادخل على طول ما فيش مشكله، كان موجود جوه انا ما اعرفش اللي جوه الدكتور خالد الحسني، فهو هداني فاتحدينا في حده كانت في الكلام، لكن لا عمر الدكتور خالد هيسب عليا الدين ولا انا اصلا هنزل لمستوى ايه من ربع المستحيل هيبقى ده. بص حضرتك اللي انا لقيته في الوزاره كلام ثم كلام ثم كلام ثم كلام، بس انا من مكتبي لمكتب الدكتور خالد اول وزير طلبني، ما اعرفش حد مكاتب ثانيه الا رئيس قطاع شؤون الماليه اللي هو العميد شريف، رحت له مرتين شربت عنده ليمون، بس غير كده ما اعرفش مكاتب في الوزاره. اللي عايزني بيجي لي مكتبي، ولو هيتكلم في كلام اخذه كلام لا لو سمحت انا مش عايز اسمع. خلاص خلاص في هدف اساسي، وفي نفس الوقت انا شغال، انا اصل حضرتك مش مطلوب مني انا ان انا كل حاجه اعملها انشرها في الاعلام، لا مش
في جهات تحقيق. انا بقول لحضرتك انا لما رحت القضيه يوم الاحد اللي فات ويوم الاثنين نيابه الاموال العامه العليا، انا لقيت القضيه انا مقدم بلاغ بمستندات 50 مستند ولا 60 مستند ولا تقرير جهاز، لقيت تقرير رقابه اداريه ولقيت لقيت فيه شغل جامد جدا. احنا لازم انا فهمت الكلام ده، انا ما كنتش اعرف، انا فاهم الكلام ده من بدري. ولكن لما الدكتور عصام قعدت معاه، طب انا عايزك معايا، اقول له طب انا عندي فكر، اتمنى ان يكون الفكر صح ان شاء الله بامر الله تعالى، ولو غلط اقول لي غلط والصح اهو، عشان اصل رأيت ان تقبل بهذا المنصب كمستشار لوزير الزراعه، مستشار فني ومتابعه للوزير في كل حاجه، حتى تستطيع ان تعمل من الداخل علشان اقدر اولا الفكر ده يتطبق بعد العرض. الحاجه الثانيه هيسرع من ملفات الفساد، لان لما ارفع التليفون على رئيس جهاز ده انا بعت لك ملف رسمي من مكتبي بتوقيعي انا. مش مطلوب مني بقى ان انا اروح الجرايد، ولا مطلوب مني ان انشر على الفيس ولا الكلام ده. يعني عاوز تصلح من الداخل. خلاص انا يعني ايه هو الحل؟ يعني ايه هو الحل؟ الصحافه الخاصه او الصحافه العامه زعلانه ان انا منعت، انا ما بخشش، انا ما بقراش جرايد. من يوم ما بدات اخش على الورق ده عشان يبقى اون ذا بيبر كده على الورق رسمي، هو جاهز دلوقتي هارد كوبي، يعني اي ده قطاع جاهز بالدراسه بتاعته كامله، ادي البرزنتيشن وادي الدراسه كامله. تمام؟ ليه؟ لان مبنيه على اسس علميه سليمه على حسب الامكانيات اللي موجوده.